ناخذ اذا هذا المثال، هذا السؤال هو بي 28. في عندي بلوك دايجرام موجود بالاس دومين وبدي احوله لستيت سبيس موديل. رح ناخذ عاده هون يو اوف تي، هي عندي هون فيدباك، ايش نوع الفيدباك هذا؟ نيجاتيف فيدباك. عندي هون اس بلس زد على اس بلس بي، شو هاي اس بلس زد على اس بلس بي؟ كانه كنترولر، ايش عم بعطيني؟ بول وزيرو. قديش قيمه البول؟ ماينس بي، ايش وحدته؟ راديانز بير سكند. اشكرك يا اشرف. وهذا الزيرو ماينس زد راديانز بير سكند، تمام؟ وهدول الاثنين ريل طبعا. هذا عندي هون واحد على اس، واحد على اس بيمثل ايش؟ مثل واحد على اس انتجريتر، ولو في الاس دومين شو بيبين؟ تي بول في الاوريجن. هذا عندي هون هذا واي اوف تي، اوكي. عندي هذا السيستم هون. هلا راح بدي اضطر احول هذا بشكل مناسب عشان اقدر اكتب ستيت سبيس ايكويشنز، فراح نحط هون، راح احول هذا الان. هلا ما فيش شيء بيمنعني اني اخذ هذا التيرم واحطه هون، فراح الغي هاي، راح الغي هاي من هون، راح احط هاي واحد وهاي اس بلس زد. لو قسمت اس بلس زد على اس ايش راح تعطيني؟ اس على اس بتعطيني واحد، واحد زائد زد على اس. وهلا هذا بامكاني احطه البلوك بهذا الشكل، هذا ممكن يصير بلوك زي هيك. في صوت كانه موسيقى، حد موسيقى او شيء ولا من برا جاي؟ هذا طيب. وهذا هون زد على اس. هل البلوك اللي فوق هو نفسه البلوك اللي تحت؟ مضبوط؟ كل متفق انه هدول بلوكس متماثلين ايدنتيكال. جماعة ضربت هذا في واحد وضربته بعدين في زد على اس وجمعت الاوتبوت، فهذا بامكاني الان استبدله. هذا الواحد وهذا عندي هون زد على اس بهذا الشكل. اوكي صار عندي هلا هذول ثلاثه. هلا هذا فعليا انتجريتر، هذا انتجريتر مضروب فيه زد، وهذا انتجريتر فيه في داخله نيجاتيف فيدباك. هذا بامكاني كمان تحوله بشكل معين بفيدباك. هلا ما دام عندي 3 انتجريترز اذا بقدر احط كم ستيت فاريبل؟ 3 ستيت فاريبلز. راح اعتبر هذا طبعا راح يصير واي اوف اس، وهذا راح يصير عندي يو اوف اس، وهون راح احط هلا اكس 1 اوف اس، اكس 2 اوف اس. هلا تذكروا ان الانتجريتر هو نوع من الميموري المنت، فلو بدي ابنيه باستعمال اوب امب ممكن ابني انتجريتر بهذا الشكل. فهذا كانه ميموري المنت. الميموري هون على شكل ايش محطوطه موجوده؟ كاباسيتر. ايش بشكل خاص سبيسيفيكلي ايش بالكاباسيتر؟ الفولتج اللي على الكاباسيتر او التشارج، احنا بنتعامل مع الفولتج هون، الفولتج اللي موجود على الكاباسيتر صارت كانها الميموري، مظبوط؟ هذا كانه فيرتشوال جراوند، مظبوط؟ فالفولتج اللي على الكاباسيتر ببين هون على الاوتبوت، مظبوط؟ في اشاره ماينس بس ننسى هلا اشاره الماينس من هون. اوكي ماشي واضح؟ اذا عندي كل واحد من هذول عباره عن ستيت، فالستيت هذا عندي هون 3 ستيت فاريبلز اكس 1 اكس 2، وهون راح يكون عندي هون اكس 3 اكس 3 اوف اس. اوكي ماشي. هلا راح اطلع علاقه عند كل واحد من هذول، في علاقه الان ما بين الانبوت تبع هذا الانتجريتر والاوتبوت تبع هذا الانتجريتر، في علاقه بين الانبوت والاوتبوت تبع هذا البلوك، وفي علاقه بين الانبوت والاوتبوت تبع هذا البلوك. اوكي اعطوني اول معادله، هاي ايش العلاقه هون راح تكون؟ هذه النقطه ايش بتمثل اللي هون؟ هاي عباره عن اكس 3 اوف اس زائد هاي اكس 3 هون وزائد اكس 2 اوف اس، مظبوط؟
فصارت عندي هذا الانبوت للبلوك هذا هو x3 of s زائد x2 of s بايش مضروبة؟ الواحد على s اللي هو البلوك فبعطيني x1 of s. هاي اول معادلة. بالله تحكي بس الشاب هذا بس قولي بطل صوتك اذا سمحت. ناخذ الان البلوك هاي خلصنا من هذا البلوك. ناخذ الان هذا البلوك، هذا البلوك عبارة عن z على s. z على s بايش مضروبة؟ ب x3 يساوي هون بطلع عندي هون x2 of s. هي صارت عندي هاي المعادلة الثانية. ناخذ المعادلة الثالثة، هلا المعادلة الثالثة، هاي النقطة شو بتمثل عادة؟ شو بنسميها عند النقطة هاي؟ الايرور. تمام أشكرك، الايرور إذا بدك سميها E of s اللي هي أصلها بالتايم دومين E of t. مش هيك؟ فأنا فعلياً هون بيطلع عندي الايرور، الايرور اللي هو بين الديزايرد بين الريفرنس أو الديزايرد والأكتوال أوتبوت اللي موجود هون. هلا هذا بيساوي عندي هاي النقطة الـ E of s شو بيساوي؟ بيساوي U of s ماينس هلا ممكن احط y of s بس انا راح احط x1 of s. فصار عندي الان x1 او u of s minus x1 of s مضروبه في 1 على s plus p. 1 على s plus p شو بيساوي؟ ايش بيمثل؟ بيمثل first order system مش هيك؟ مضبوط؟ first order system ايش البول تبعه؟ minus p radians per second. طب التايم كونستنت تبعه؟ واحد على بي وحدته سكند. فهذا عندي هون هلا اذا اخذنا هذا البلوك هذا الكوانتيتي ضربناها بهاي الكوانتيتي وهاي بتساوي عندي x3 of s. اوكي ماشي، هدول الثلاث معادلات واضحين كيف طلعناهم؟ اخذنا كل، لاحظوا الخطوات اللي اتبعناها، رحنا على كل انتجريتر او كل مكان انا عارف انه في انتجريتر. هذا مش واضح انه انتجريتر بس بداخله في انتجريتر. مكانك هذا البلوك تحوله لشيء في انتجريتر وفي نيجاتيف فيدباك. رحنا على كل بلوك من البلوكس هذول وحطينا على الاوتبوت تبعه ستيت فاريبل. نعم تفضل. على صوتك. كيف التايم كونستانت صار؟ بس انه هلا احنا اذا اخذنا واحد على اس بلس بي اقسم هاي على بي وهاي على بي وهاي على بي مش هيك؟ بتصير عندي هاي واحد على بي زائد واحد على بي مضروب في اس بلس 1. مش هذا بيشبه الشكل العام كي على تاو اس بلس 1؟ مضبوط. وحدتها مباشره بتكون radians per seconds لانه radians dimensionless quantity. اوكي ماشي الكل واضح؟ هذول اذا الخطوات اللي اتبعناها، حطينا state variables x1 x2 x3، عبرنا عنهم بعلاقه البلوك ما بين الانبوت والاوتبوت، انبوت اوتبوت، انبوت اوتبوت البلوك. صار عندي هذول الثلاث معادلات. هلا انا بدي ارجع لوين؟ بدي ارجع للتايم دومين عشان اطلع state. فبنطلع على التايم دومين. هلا لو اخذنا هذا، هذا مضروب في s فراح اشيل هاي، راح اضرب هذا في اس، راح اشيل هاي الاس من هون، راح اخلي هاي زد واضرب في اس. الضرب في اس شو بيمثل بالتايم دومين؟ اشتقاق مش هيك؟ اذا هاي بتصير عندي المعادله هاي منها بقدر اقول اكس 1 دوت بتساوي، راح احط هون انا 0 اكس 1 اوف تي زائد ايش معامل اكس 2؟ 1 وايش معامل اكس 3؟ اوكي من البدايه عمالي بحوله بشكل مناسب لل لايش؟ للستيت سبيس. طيب ناخذ الثاني، عندي هاي x2 بتصير x2 دوت اوف تي بتساوي 0 x1 اوف تي زائد 0 x2 اوف تي زائد z x3 اوف تي زائد 0 u اوف تي. والمعادله الاخيره هلا هون بدي انتبه فيش عندي s بس عندي s بلس p. ناخذ الخطوة الأولى عشان ما نلخبطش حالنا، راح أضرب هون في S بلس P، فS في X3 راح تعطيني X3 دوت أوف T، راح آخذ الـ P بعدين راح أنقله على الجهة الثانية، فعندي P X3 أوف T تساوي، هلا عندي هون راح ينضرب، هلا هدول انضربوا فراح يضل هدول لحالهم زي ما هم اللي هم آخر واحد U أوف T، فراح نحط هون واحد في U أوف T، وهلا هون عندي هاي ماينس نحطها. شوفوا شو راح اعمل هلا، راح اخذ هذا جاهز مش هيك؟ لو نقلته على الجهه الثانيه شو بصير معامله؟ ماينس بي، فراح احطه على الجهه الثانيه ويصير تحت الاكس 3 ماينس بي
x3 of t. بعدين عندي x1 في 1 و0 في x2. شو صار عندي جاهز الآن مباشرة بالمعاينة؟ minus x1 minus x1 minus x1 صحيح. شو صار عندي الآن جاهز بالمعاينة؟ A و B مش هيك؟ إذن A شو بتساوي؟ بتساوي 0 1 1 0 0 Z عندي minus P 0 minus okay. B شو بتساوي؟ عندي 0 0 1 مظبوط؟ وبدنا هلا نطلع السي ودي مظبوط. سي ودي ايش بدي اربط؟ سهل جدا الملاقه اللي هي واي اوف تي شو بيساوي اكس 1 اوف تي. فاذا بدك تحطه بهذا الشكل واي اوف تي بيساوي اكس 1 اوف تي زائد 0 اكس 2 اوف تي زائد 0 اكس 3 اوف تي. وبعدين عندي كمان ايش العلاقه بين واي ويو؟ ايش العلاقه المباشره بين واي ويو؟ لا العلاقة المباشرة. في علاقة غير مباشرة عن طريق هدول، بس ايش العلاقة المباشرة بين واي ويو؟ هاي كلها علاقة غير مباشرة. هل في علاقة مباشرة بين يو وواي؟ ما في. اذا دي ايش؟ اذا دي عندي زيرو، هي سنجل انبوت سنجل اوتبوت مش هيك؟ فدي شو الدايمنشنز تبعتها؟ جي في اي مظبوط؟ متذكرين؟ واذا عندي هلا ضل ايش بدي اطلع؟ سي وسي ايش بتساوي؟ مش هاي سي؟ ايش هاي؟ مش هاي بتمثل سي؟ دكتور سي بتمثل العلاقة بين ايش وايش الاوتبوت؟ سي سي بلس زيرو في تي في هذا مظبوط؟ مش هذا سي؟ سي واحد زيرو زيرو مظبوط؟ اوكي؟ فصارت عندي هاي سي وهي دي وهي ايه وهي بي، هاي بتمثل الموديل الكامل.